السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد وحلقه جديده من طريق المجد. قبل ما ابتدي اطلب منكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر التنبيهات. خلينا نوصل بهذا المقطع اكثر من 3000 لايك مباشره. خلينا نروح نشوف جدولنا الحلقه اليوم. طبعا عندنا مباراه فولهام، عندنا مباراه لوتن تاون. نسوي لها سكيب، ما عندنا مشكله، خلينا نسوي هذه المباراه سكيب. هذه المباراه ايضا نسوي لها سكيب حتى نلعب سوانزي سيتي ونلعب ايضا ستوك سيتي. احنا بالمركز الاول بالدوري الانجليزي الدرجه الثانيه 78 نقطه، صاحب المركز الثاني عنده 70 نقطة، الفارق كبير، فنقدر نسوي سكيب. هاي التشكيلة راح ننزل بها ضد فولهام. للأسف عندنا هذا اللاعب ما جاهز مع فراني. المفروض نفوز بهذا اللقاء، بس صعب الصراحة، أغلب اللاعبين ما جاهزين. المهم هالاند جاهز، التجانس صار 76، إذا تذكرون بدينا السلسلة كان التجانس 40 فقط. مباشرة صافرة الحكم، بداية المباراة الأولى بحلقة اليوم. إن شاء الله نلعب أربع مباريات ونمشي بالسلسلة، وان شاء الله رجعت للقناه يا شباب. ومقطعين، نحاول مقطعين باليوم باذن الله، اذا مو مقطعين باليوم ثلاث مقاطع كل يومين ان شاء الله. تقريبا راح يخلص الشوط الاول، واي فرصه خطره ماكو. ان لا 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 لا، يا سلام يا سلام، هذه اول فرصه بالمباراه بالكامل. يلا يا هالاند، يلا يا هالاند، يا سلام يا سلام يا سلام، يلا 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 يا ولد يا ولد، الكرة جول. يا سلام على هالاند من أول محاولة، التسجيل الهدف الأول مع نهاية الشوط الأول، 1-0 لنوتنغهام فورست. هانينغتون، يا سلام، يلا يا هانينغتون، والله الله الله الله. هالاند العب على الطرف، توصل، يلا يا إليوت يتقدم، العب العب يا ولد يا ولد بسرعة. ثلاث تغييرات دفعة واحدة بدقيقة 72، نحاول نحافظ على هذا الهدف ونحاول نحافظ على الصدارة. خلاص صافرة الحكم، أخذنا الثلاث نقاط على فولهام، بنلعب فولهام. هالاند أفضل لاعب بالمباراة، وهي نتائج باقي المباريات. خلي نشوف ترتيبنا، احنا بالمركز الأول، الفارق 8 نقاط يبقى بيننا وبين ويست بروميتش. فزنا 1-0 جيد، واستمرينا بالانتصارات، وهسه بعد الفارق نفسه وصلنا للنقطة 84. هذه المباراة أيضا أسوي لها سكيب، بس إن شاء الله نفوز. مركز 24، يعني ما معقوله ما نفوز. فزنا ايضا 1-0 جيد، هسه الفريق ممتاز الصراحه. وصلنا للنقطه 87 والفارق 11 نقطه على صاحب المركز الثاني. طبعا بالانتقالات القادمه كثير من لاعبينا راح يرحون، فلازم نشتري لاعبين ان شاء الله. وعندنا تقريبا شويه صار عندنا ميزانيه راتب، نشتري لاعبين صغار بالسن استوهم جايين. سافرت البدايه، قريبين جدا من التتويج بلقب الدوري الانجليزي الدرجه الثانيه، بعد ما كان طموح الاداره هو فقط المركز الثامن. فالان احنا الحمد لله يا شباب وصلنا نهايه الموسم واحنا بالمركز الاول، وان شاء الله نصعد للدرجه الاولى. اكيد راح نصعد ان شاء الله، ونشوف المنافسه كيف راح تكون بالموسم القادم. طبعا هدف من السلسله هو العوده للتتويج بدوري ابطال اوروبا. يلا يا هالاند، يا سلام، روح 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 هالاند 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 هالاند، الله 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 الله. يلا يا سلام، روح روح يا عمري روح، يلا يا ولد، يلا صوب 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 صوب، اربح ركنية، يلا يا هالاند اضرب، الله 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 الله، بعدي بعدي، رد علي هانينغتون، يا سلام هانينغتون، يلا يلا العب العب، لا لا لا، تمريرة سيئة، يلا صعدوا صعدوا يا شباب، يلا 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 هانينغتون، اصعد يا هانينغتون، صوب صوب، تصويبه اصلا سيئة، يلا يا هالاند، يلا يا هالاند، يا سلام يا سلام، يلا يلا يا ولد، يلا يا ولد، يلا يا ولد، يا سلام على هالاند. بالدقيقة 64 الهدف الأول، 1-0 على سوانزي سيتي، القائد هالاند. شباب ضغطوا لايك حتى نستمر بهذه السلسلة إن شاء الله، نلعب مباريات كثيرة قبل صدور بيس 2021، فضغطوا لايكات كثير، نلعب مباريات كثيرة بإذن الله وننزل حلقات كثيرة. إذا شفت حماس فل على السلسلة بإذن الله استمر بها، ممكن تكون سلسلة يومية يا عمري، يومية. يا سلام عليك، اصعد 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 يا هانينغتون هانينغتون هانينغتون، يلا يلا يلا، الكرة جول، صارت 2-0. يا سلام على هانينغتون، الله الله الله، هالاند 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 هالاند، يلا يا هالاند، يلا يا هالاند، روح يا ولد يا ولد، الثاني 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 لهالاند، الثالث لنورتش سيتي. يا سلام، او نوتنغهام، عفوا نوتنغهام فورست. هالاند سجل ثنائية بهذه المباراة حلوة. لا لا لا، سهلة سهلة بيد الحارس، خلاص اعتقد بالفعل صافرة الحكم قريبة جدا، فوز 3-0، هالاند افضل لاعب بالمباراة. صار الفارق 14 نقطة على صاحب المركز الثاني. مباراة ستوك سيتي، اوكي هذه المباراة اذا فزنا بها راح ناخذ
لقب الدوري، ما هو شعورك قبل مباراة تحديد اللقب المحتملة هذه؟ الفوز باللقب هو مجرد بداية بالنسبة لنا، سنفوز بالمباراة القادمة الحفاظ على الهدوء. الفوز باللقب هو مجرد البداية بالنسبة لنا، بالفعل احنا نريد نرجع لمنصة التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا باذن الله. هذا اللاعب عندنا ما جاهز، ننزل عندنا طبعا بدلاء عندنا جدا قليلة، دكة احتياطية ضعيفة جدا، بس نفس التشكيلة اللي نزلنا بها المباريات السابقة راح نلعب بها هذه المباراة. صافرة البداية، اذا اخذنا اللقب اليوم ان شاء الله يا شباب هذا اللقاء خلاص راح اسوي سكيب لكل المباريات حتى نروح ان شاء الله للانتقالات بالحلقة القادمة، فان شاء الله نحصل على اللقب بهذه المباراة وننهي الموسم يا عمري. يلا 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 يا هالاند، يلا يا هالاند، اهم مباراة بالموسم، ممكن تكون اهم مباراة بالموسم، مباراة تحديد لقب بطولة الدوري الانجليزي الدرجة الثانية. نوتنغهام يعود للمنصات يا عمري، يلا 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 العب يا سلام هالاند، مرر يلا يا هالاند، يلا يا هالاند انطلق، صوب صوب يا هالاند، لا 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 يا الحارس باللحظة الأخيرة حارس المرمى. كان ممكن تكون ضربة جزاء حلوة، أوزير صدر التصويبة، يا سلام. يلا سعد يا شباب، يلا العب هالاند 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 هالاند، با 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 جول. شنو هذا يا هالاند، يا سلام على قدم هالاند يا عمري، جول ولا في الأحلام. شوف الإعادة، شوف التصويبة الصاروخية، تمريرة استلام وتصويب مباشرة، بوم يا ولد يا ولد يا ولد على هذه التصويبة. لا 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 لا، إلا التعادل إلا التعادل إلا التعادل، خلص إلا التعادل يا شباب، إلا التعادل، لا 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 لا، هدف التعديل 1-1. العب يا سلام عليك، يلا يا هالاند يلا يا هالاند يلا يا هالاند، تصويبة سهلة سهلة بيد الحارس هالاند، يا سلام عليك، يلا 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 العب العب يا عمري العب، يلا يا ولد يلا يا هالاند، لا 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 لا، الله الله الله، كيف عدت كيف عدت يا عمري كيف عدت، يا سلام أوزير، يلا يلا يلا، لا 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 لا، حلوة حلوة ضربة مرة. سوى التغيير ثلاث لاعبين كالعادة دفعة واحدة، يلا يا هالاند يلا يا هالاند، يا سلام يا سلام يا سلام، عدت 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 ودخلت دخلت دخلت دخلت، هو 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 القائد هالاند، يا سلام 2-1. خلينا نحافظ بس على هذا الهدف، خلاص لقب الدوري قريب جدا على بعد 7 دقائق فقط يا عمري، خلاص يا شباب دير بالكم، الا الهدف الا الهدف يا عمري الا الهدف، خلاص صفر، صافرة الحكم، نهاية المباراة رسمية، نوتنغهام فورست بطل للدوري الإنجليزي الدرجة الثانية يا عمري، طلعنا بلقب هذا الموسم، نافسنا على لقب الكأس إنجلترا، وطلعنا أمام ليفربول بعد ما خرجنا اليونايتد، وهسا نفوز بلقب الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية. إن شاء الله موعدنا بالموسم القادم أفضل وأقوى بإذن الله، وراح نجيب لنا صفقات ما نقول اسطوريه، لان لازم نجيب صفقات عديده، بس اهم شيء ننوع بالصفقات وتكون عندنا دكه احتياطيه رهيبه. هالاند اكيد افضل لاعب بالمباراه، وصلنا للنقطه رقم 93، هسه المباريات كلها نسوي لها سكيب لحد فتره الانتقالات ونشوف اللاعبين اللي راح يعتزلون حتى نجيبهم بالموسم القادم ان شاء الله. فزنا 3-0، بدايه الموسم كنا نعاني، كنا بالمركز 19 وصلنا مركز اعتقد حتى 20، وهسا احنا بالمركز الاول خلصنا الدوري يا عمري، تعادلنا بهذا اللقاء، وصلنا النقطة 97، عندنا 5 خسارات و10 تعادل، خسرنا ضد هول سيتي، خلاص هذه آخر مباراة بالدوري الإنجليزي وفزنا 2-0، خلينا نشوف هالاند كم هدف صار عنده، خلصنا الموسم ب100 نقطة يا عمري، فريق الموسم هالاند فقط موجود من فريقنا ضمن تشكيلة فريق الموسم بالدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، جاي لنا عروض من هذه الأندية، أكيد ما راح نطلع من
نادينا. هذا هو أول لقب إلي مسيرتي، وإن شاء الله راح تمتلي هذه القائمة بالألقاب. عرض انتقال، ما راح أبيع أي لاعب حاليا، لأن أعتقد أغلب لاعبينا راح يروحون أصلا، فخلينا نشوف شو راح تصير تشكيلتنا وكيف راح نجيب لاعبين. هالاند هو الهداف ب 39 هدف، يا عمري أقرب ملاحقين عند 18 هدف، شيء كبير يا عمري. وهذه الألقاب الفردية، أفضل لاعب هالاند، الهداف هالاند، الممرر للأسف مو من لاعبينا، وكرويف أفضل مدرب أكيد. بطل الدوري الإنجليزي السيتي ب 86 نقطة، هداف الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى الدوري الإنجليزي الممتاز هاري كين، وهذه هي الألقاب الفردية. أما الدوري الإسباني فبرشلونة هو البطل، وهذه الألقاب الفردية بالدوري الإسباني. الدوري الإيطالي اليوفي أكيد هو البطل، وهذه هي الألقاب الفردية يا عمري. أكيد الإدارة سعيدة يا عمري، يلعبون هذا المشرق هدفنا وبشكل رائع. ما كان هدفك، لا تكذب، ما كان هدفك هو المركز الأول. بداية الموسم قال أريد هدفنا والمركز الثامن، وجبنا له المركز الأول يا عمري. طبعا جاي عروض انتقالات، بس ما راح أبيع عن أي لاعب مثل ما قلت لكم، نخليهم متوقفة. هالاند مستحيل أبيعه، إنهاء المفاوضات مباشرة. ترتيب الأندية العالمية، برشلونة بالمركز الأول وإحنا بالمركز 336، متخيلين يا شباب؟ مركز نوتنغهام، يا الله شنو هذا؟ شو 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 أوه، أندية العالم، أندية الكرة الأرضية كلها أمامنا وإحنا بالأخير. بس إن شاء الله راح نكون بالقمة، إن شاء الله راح نكون بالقمة. بطل دوري أبطال أوروبا هو برشلونة، أما بطل الدوري الأوروبي فهي أرسنال، فايزين على مانشستر يونايتد. أوكي، أعتقد هذه هي تشكيلة الشياب اللي راح يعتزلون يا عمري. منو عندنا؟ المشكلة ما عندنا حد غير موندوندا، ماكو حد اعتزل. ليش؟ طاقات كلها تعبانة وماكو لاعبين اعتزلوا، ما اعرف شنو السبب. اكو لاعب تعرفون اعتزل يا شباب؟ The old boys. اوكي ماكو، هذه مشكلة، ماكو لاعبين كثار اعتزلوا. خلنا نتخطى مباراة الشياب، فزنا 1-0. خلاص اخر يوم بالموسم، خلاص الحلقة القادمة ان شاء الله راح ننتقل لموسم جديد. صدمة، ماكو لاعبين اعتزلوا كثار، بس ان شاء الله راح نشتري لاعبين، نحاول نطور فريقنا ونخليه يقدر ينافس على الأقل على المراكز الستة الأولى أو السبعة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز إن شاء الله. توقعاتكم للانتقالات كيف راح تكون؟ وكتبوا لي بخانة التعليقات من اللاعبين اللي لازم نشتريهم، بس لازم يكون سعره رخيص وراتبه أيضا رخيص جدا جدا جدا، ما عندنا ميزانية راتب. خلي نشوف ميزانيتنا، عندنا ميزانية راتب 8 مليون، يعني مفروض اللاعبين اللي نجيبهم راتبهم يكون من 500,000 إلى مليون، ما يتجاوز هذا الرقم حتى نحافظ على ميزانية عالية. طبعا وصلنا لعدد جمهور 89,000 أو 90,000 متابع تقريبا، ف طورنا الفريق بشكل رهيب، بدينا السلسلة ب 21,000 متابع، شيء رهيب هذا. بس اعتقد اللي هنا وصلتكم نهاية الحلقة، ضغطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات، خلينا نوصل هذا المقطع اكثر من 3000 لايك. اذا تبدون حلقات اخرى من هذه السلسلة كتبوا خانة التعليقات، اهم شيء لايك يا صديقي والاشتراك. في امان الله.